بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. بادئ ذي بدء، أتقدم باسمي وباسم إخواننا ساكنة مدينة الحسيمة بتعازينا الحارة لأهل الشرطي الفقيد الذي قتل غدرا وهو يزاول مهامه لاستقرار الأمن والأمان في هذا الوطن وللمواطنين. فأقول لهم ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر، إن لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يصبر أهله، وأن يخلف لهم فيه خيرا، وأن يوسع مدخله ويغسله بالماء والثلج والبرد، وينقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة والرضوان. ثم نعزي جسم الأمن الوطني المحلي والإقليمي والجهوي والوطني في فقدان هذا الرجل الذي كان يقوم بمهامه على أتم وجه. كذلك نصبر إخواننا المواطنين جميعا في هذا الوطن المبارك الحبيب. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولا شك أن يعني بحال هاد الجرائم اللي كيوقعوا، كنشوفوا بأن السيد رحمه الله كان في مهام وهو استتابة الأمن والأمان، والناس نيام، الناس ناعسين، وهو يعني واقف باش يضرأ على هاد المواطنين ويضرأ على الناس هاد الإجرام. لأن لولا الأمن والأمان، لولا الأمن لما كان الأمان، وكانوا باستطاعة البعض يدخلوا حتى للديور ويرتكبوا أبشع الجرائم. ولكن الله تبارك وتعالى سخر بعض الناس أنه باش يكون الأمن وتكون نتيجة هذا الأمن هذا وهو الأمان. لأن اللي فقد الأمان راه فقد كل شيء، واللي ما عنده شيء الأمان ما عنده حتى شيء حاجة، واللي عنده الأمان والاستقرار عنده كل شيء. وحنا كنشوفوا كل شيء وكنسمعوا كل شيء وكنعرفوا اش كيوقع. فلأجل ذلك يعني نجدد تعازينا ونجدد استنكارنا، استنكار يعني ساكنة مدينة الحسيمة خاصة والمغاربة عامة، لمثل هذه الجرائم البشعة التي يروح ضحيتها يعني أناس بريئون وأناس حقيقة يقومون بمهامهم على أوسع يعني على أهم وعلى يعني أدق الاهتمام بأعمالهم. فيعني أخيرا لا يسعنا إلا أن ندعو له ولأهله وأن نصبر أنفسنا، لأن حقيقة باش الإنسان يقتل أخاه الإنسان أمر عظيم وبشيع. فلا بد أن مثل هذه الجرائم يكون عنده واحد الحد ديالة، يعني واحد الرادع باش ما الإنسان باش ما تسولوش نفسه أنه يتعدى على الإنسان آخر. ولا شك أن الإنسان اللي كيكون يعني يراعي الأمن والأمان والناس نيام. فهذا اللي كان اللي بغيت نقول، أننا من مدينة الحسيمة نعزي هذه العائلة، ونسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يصبرهم وأن يحفظ هذا البلد وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.